معاه المدافع وحتى مقريب من عملية الأمريكات ما نجح عادل في كوري في إعطاء الأسبقية لفريقه آخر كرة ثابتة وبحثة دفاعية في صفوف أبناء الفرشيشة ليقصي بعض لجمهور الرلوي. أسامة أبو بكر يبحث عن مباختة لكن كرة رأسية تحمر جانبية بخليل. من الناحية الفنية بين الفريقين ما تمناش هجومات واضحة من كلا الجانبين. هذا عادل الفيتوري حاول يمد الكرة لأحمد جميل لكن عادل الفيتوري مد الكرة ما تمناش تسلل فرصة كبيرة. داخل مناطق العمليات والهدف الثالث رائع جدا ممتاز جدا. الهدف الثالث حسام بن بهاء يحقق الهدف الثالث وعودة من بعيد للرلوي